عقدت جمعية الصناعيين اجتماعاً لرؤساء التجمعات والقطاعات والنقابات الصناعية برئاسة نعمة فرام وحضور وزير السياحة فادي عبود. الاجتماع عقد لشرح آلية التحرك التي ستقوم بها الجمعية إلى جانب الهيئات الاقتصادية ووضع المجتمعين في جو القرارات التي يمكن أن تتخذ على ضوء التمسك برفض تنفيذ قرار زيادة الأجور. عبود رأى أن على الصناعيين فرضاً يجب القيام به. ما بقى لازم نقبل ولا بأي شكل من الأشكال إنه تنحل أمور المعيشات بمزاد علني مؤسف، بمزاد علني حياته ما لازم يصير، بدل ما يكون في خطة متكاملة. طبعا نحن عندنا رأي وغيرنا عنده رأي تاني، فينا نتحاور بس خطة متكاملة. اليوم مش بس واجبات اتحاد العمال العام يزيد المحظوظ حظا يلي عنده فرصة عمل يرفع له معاشه، عنده واجب أكثر اللي ما عنده فرصة عمل. من جانبه أكد فرام الوقوف دائما إلى جانب العامل. نحن متقاسم على الحلوة والمرة مع عمالنا بالحرب اللبنانية اللي عشناها كلها سوا بلبنان لليوم، يلي بقي منا طيب كفى المسيرة. من هون منقول أنه الصناعي مقاوم، الصناعي متجذر بأرض لبنان. كل واحد منا عم بيصدر على القليل 30 أو 40% من منتجه، كفي ينقل معمله اليوم ويحط ويلحق منتجه على البلد اللي عم بيصدر عليه. ولأنه ما في حماية جمركية في بيع على سوقه في لبنان، ولكن نحن مش رح نعملها، مش لازم نعملها. هذا وتخلل اللقاء مداخلات وأسئلة من صناعيين ركز معظمها على مسألة الأجور.